بعد إغلاق دام أزيد من 6 أسابيع، تعود المساجد على غرار باقي أماكن العبادة في بلجيكا لفتح أبوابها في وجه المصلين، لكن مع الحرص على ضمان جميع التدابير الوقائية الكفيلة بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم. جاء هذا بعد نقاش طويل دام تقريبا أكثر من شهر مع السلطات السياسية والسلطات الصحية، بحيث أنها طلبت من جميع المؤسسات الدينية أن تقدم بروتوكولا خاصا لافتتاح أماكن العبادة اللي تابعة لها. هنا بالمسجد الكبير لبروكسل، حيث تتواجد جالية مسلمة كبيرة، اتخذت جميع التدابير الكفيلة بجعل المصلين والمصليات يؤدون فرائضهم ضمن إطار يوفر جميع شروط السلامة. هناك شروط يعني أمليت وأرغم بها جميع الأديان، اللي هي كتتعلق بطبيعة الحال بأن عدد الأشخاص لا يمكن أن يتجاوز 100 في أي مكان. كاين هناك بطبيعة الحال أماكن المساحة ديالها ما كبيراش. احنا فرحانين بزاف بهذه المبادرة، والناس زعما كما كتشوفوا دابا هنايا داروا تقريبا 2 متر بين المصلين، كل مصلي ومصلي بين 2 متر، داروا لي ماركاج هنايا في الآخر فوق الطابي، وكل واحد خصو يجيب الطابي ديالو معاه والكمامة، وكاين الآخر ديزانفيكتون لتحت المعقم باش الإنسان يغسل يديه قبل ما يدخل المسجد. وبعد أن ظلوا يؤدون عباداتهم في المنزل طوال فترة الحجر الصحي المنزلي، بدأ المصلون يعودون شيئا فشيئا لأداء صلواتهم 5 جماعة بالمسجد الكبير للعاصمة البلجيكية، وذلك في جو من الاطمئنان والخشوع والتضرع إلى العلي القدير بأن يرفع هذا الوباء ويجعل القادم من الأيام بشائر خير على المغاربة قاطبة وعلى جميع مسلمي المعمور.